وراركي يوغو دنبيا يان كلا وداقيا أرك حماس أو قنتالو كهرقيا عاصمة يهود دا إسلام ركاسنا كلا عرر حوغان أيا كدعي أود حوغان أيا يشن مدح وينها تركيغا أو دقنين صدري إسلام ركاسنا باجيا إنو أصفر دل كاس يهود حماس أو قولوا وين كغارتا ننك بدا إسلام ركاسنا وير عر يطلو الله كوادا يهود أنكو هرية قنتالا آد حوغان أيا كدعي عاصمة دل كاس يهود دين عاكالي اسكعابين تا فلسطينين تا يامان تا قاضي ويرر قنتال احو اي كوبرت المامي السدين عاسمة دال كاسي يهود يمغالوين كو ديتسان وقوي قباري اي كوفورتا سيدا اي شيغين عيدا مدى يهود ورباهين تا يهود اياكو ورنتي تيرو قسار احو كدشي ويرر داسي ورباهين تا يهود اياكو ورنتي تيرو قسار احو كدشي ويرر داني او سيدو كالي كجرق غران كديار دها اي بن غوريون جنان لبي اتمنى كسو بحا يهود دا ايا شيغي ان ورر جنتال او كو داعي او يران لبا قري او كو يالا ديگان كا الفاي مناش اي وقوي قدان تا قلبيت لنكي سافا ينك عيدا مدى يهود جنرال دانيال ايا شيغي ان حماس اي ولي اوود ليدا هاي ان اي سو تورتو جنتال اوود بدن او يهود اما عاصمة دا ميل كستادو قينيا وحاو سيدو كاليري ولي عيدا مدى يهود اما سورة قلين اني قعان تا كرديغان ميشا قنتالة لغا سو تورايو وحو ان تاسيكو دراي ان عيدا كاي هوريالان تدواد يبادن او هول قل اهي اسلامار كاسينا اي كوشاقين دونان سيدا او يري قوانا دا سياسة دا دالكا سيكستواها اهاتي وحالا اركي موقال لسو دوباي او لغو حرقين ايو قنتالة علوس عاصمة دا حماس ايا ولي اوود كله اني تورتو قنتالة دا سيدا توسكا او دقين ايا عاصمة دا يهودا مدحوين اردوغان وحان كوبا قيا حبت جوجين لغا سمييو مغالة دا قسا حماس نوا دقدقاق حرين اه اي ماه نارقك حسو ايو يري مدحوين ادل كاسي توركيغا يا اربع عداني كو ايدي اي اسرائيل اني قادي ويرردي اوغو نحريستا بدنا تاريخ دا ادونكا مدلبت تضباد كبادن اي دقال كاي كو قادي مرينك قسا وحونا كو تيل مامي دقدقاق اسكا عابين اسلاميغا يا حماس انو يهي دقدقاق حرين دون اهي وصن اهين ارقك حسو اردوغان ايا قدمت كجيدي كولان اولا يشيح وكيلة ده حسبيغا عدالة ده يهرمارين تا اي بارلمان كجيرا وحاو شيغي انو باجيي بوقشا او كتاقي لها يهود او كسابسان دقال كا ايكو هيسو قسا كاسو إلا حد ايكو ننتين كدواد لح كن او قفود او شهيدي الله ايو ان كبادن لح يتوان كن او قفود اياكو داوعمي مدحوينة تركيغا ياكو باقي حبت جوجين دقدقا سلامر كاسين اللفورو ودو بنا آدني ما او دقدقا هي سيگرگار لو غارسيو مارنك قسا يدو آن لحور استاگين وحونا تلمامي ان دل كيسا او مارنك قسا او ديري اسبتالو غارون او اي كجيران مطاردا كورنتادا اساقو كنوح نوحسدي ان اماتين كودا ايسان نقون دونين ان لغهور استاگو وحاو شيغا ان حماس ايسان اهين ارقا جحسو بلسي اي تاي دخدخاق حرين ايو كوح مجاهدين اهو هلقا ميسا الالين تا ايو حرين تا دول كيدي مرهورا لغا قاتي اردوغان ايا عمباريي تاگيرا در هير قلبيت كا اردقال كا يهودا اساقو شيغي ان اسرائيل ايسان سيدان كو سي سعون كرين حتا حدي مرايكان كا ايو هير قلبيت كا اي قرب استاگان ايو يري تاس ايا لوفا سيران كرا هنجبات توس اهي اساقو هادل كيسا سي وطا ايو يري دقال كا يغورين وحاجرا كوو الدوني دا آس آسي ماانتان اي ان دها كا قرصدان وحا كدع ايا مغالة دا قسا جيست كلا أرك حسب الله أي ور عر إيه الله كو قاضي حد كأيل اللي يهين يهود إسلام مركاسنا عيدما آتوا فربضا أو يهودا أي الله ور رئيس دا ور كي قدم بي أي شيء جيان حسب الله أي صوبا دكتي أود عصب إسلام مركاسنا ميليتري جا يهود أي كو دواقي إن حسب الله أي أود عصب لا صوب حدي إسلام مركاسنا أيسن أهين إن دن كاسي دجال حوجا ناقلا فرو fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media wararkii ugu dambeeyay ayaan kula wadaagaya wadankaasi Iran oo u hanjabtay yahuuda in ay dhulka la simi doonto hadii ay magaalada qasa dhulka ka gasho wakaaladda wararka ee ruushka ayaa waxa ay qoreysa in ciidanka ilaalada kacaanka ee wadankaasi Iran waxay ku hanjabeen in ay duqeyn doonaan magaalada Xiifa ee ka tirsan dhulweynaha yahuuda iyagoo ku garaaci doona sawaariikh waaweyn hadii ay yahuuda magaalada qasa gasho waxa sidaas u hanjabaya waa ciidanka kacaanka ilaalada oo awood buuxda leh xataa haysta hubka waaweyn ee nukleerka haddaba Iran waxay diyaarsatay hubkii ama gantaaladii ay ku garaaci lahayd yahuuda isla markaasina waxay wacad ku mareen hadii ciidamada yahuuda ay dhulka ku galaan magaalada qasa in ay cagta marin doonaan
إيران أي وحال ليه هاي قد عقارن أي أوتهاي يهود إن أي دولك كجش مقالة قصة هنجباديو أي هود إسكو مرينيان وزيرك جناع سجا أي هبين هرشيجي إن إيران أي تهاي مذا حمسك إسلام ركاسنا مذا حلق دليل دانو أسيجا أكهد لا يورد حسب الله دنك كلا حقه يها جود قرمد مدوبايا كوبا قي حبت جوجين دك دك هاي كد خن كجش مقالة قصة وحونا الشيغي إن ويرد إسكا عابين تا فلسطينون تا إيسان قيل أهين ديلك بلاران إي إسرائيل لكي جيسان إيسو مقالة قصة هلك وزيرك أرمها ديبادة إي فلسطين رياد المالك وحا أو أركي إن أوكو قول درايستي قولوهو أوكو دقميو بدبادين تا ددك ديغن قصة آي تهي وحان لعافي كارين أرين تاني أياكو سو بيغ ميسا حلي أو قلها أمان كي قرمد ميدوبي كولان دك دقاه كي ياشي أرين تخسا كاس أو لوغا هدلي حالة دباريغ دحيو أرين تا فلسطين كدي مركي أي سي كردين إسكور إماديه داو دحيا دخدخاخ إسكا عابين تي إسلاميه إيه حماس إيه يهودا أنتونيو كوتراس وحا أويري ومهيم إن لأغادو إن ويرادة حماس أي سان كردعين ميل بنان أه ويرادة سنة أي سان قيل أنقونينين إسرائيل ديل كبالارن أي أيكا جيسان إيسو مقالة قصة وحو إنتاسي كودري سي لو يرايو ديباتة با حد له لو نفوض ديو قيبين تا دماند دا أه أي غرغار كاللو نفوض ديو سي دين تا لهيستياشا وحان كوعلين يا باقي حبت جوجين بني آدينيمو او دك دك اه بلا شروط اه وحاو موجيه ولاع قطر دير او كسابسن حد قدوبيه دا عد اي شرعيه عالميه اه اي بني آدينيمو دا اي انكو ارقنا مقالة دا قصة اي ساقو راعيي انا عدينا دينا عكستا او كمي دا هدقال كستا او هوبايسن كما ساريسو شرعيه عالمكا اي اه بني آدينيمو دا حقيا خرمدو ميدوبي اياكو نوح نوحسدي ان قرقارك قصة او قلي إلا حدا واهوسو دع كويمت بدوين تباهيها انتا وحا دير كايت كشدالك اي قرمد ميدوبي اي قصة اياد ماضي اما شالي او قدن بيسي اسبتال لذا مقالة قصة وحا اي شيغن ان اي سنسيل سعودونين هوش الله هايو شعب كاسي تيرو وزير الدبيدي ده ايا كخيب قليك الفريق قولها امان كقرمد ميدوبي وحانا كمي ده أنتونيو بيلكن أو مريكان أه كاس أو ودن كيسا أو هاري أحقيجي إنو تاقير سنيه يهودا وحونا ديدي باقي حبت جوجين دك دك أه ننكا كالعاف مالكا خاصة أيا كرد واغدي مربورك قود إسبتال لذا إيا قرامد ميدوبي وحيكو باقيان قليتان كشدالك إن لهلو مقال داسي وزارة عافيماتك اي مرنك قصة ايا كرد واغدي قود اهان بربورك النظام كعافيماتك اي دمان اسبتال لذا كيا لمرنك قصة هل كأرك عافيماتك ادونك ايو UN راوا اي كو باقين ان سي دك دك اه لو غارسيو شدالك ايو ان صحيدة عافيماتك مقالة قصة لقيو كوحيقين كوحيقيها وزارة عافيماتك فلسطين مقالة قصة دكتر يوسف ايا شاق ان نظامك عافيماتك اي مرنك او غاري هيركي اقدم بي او قبا قبا اه اما ساعده اللي صور دافي ايا لفاروجيي شدالك اقدم بي isbitaalka qaar ayaa la sheegay in albaabada la isugu dhuftey kadib markii shidaal la waayay isla markaasina wax nal ah ama koronto ah halkaas laga waayay waxa uu intaas ku daray wareysi uu siiyay Al Jazeera in qayb badan oo kamid ah daawooyin ka dhamaadeen isla markaasina la xiray awooda caafimaad ee isbitaalada guud dhankiisa agaasimaha guud ee isbitaalada marinka qasa Dr. Muhammad Saquud ayaa sheegay in 8 isbitaal ay shaqada joojiyeen tan iyo markii uu dagaalka bilowday maalintii 19aad ciidamada yahuuda waxay sii wadaan inay beegsadaan marinka qasa duqeymo xoogan oo xagga cirka ah oo ay ku burburiyeen dhammaan xaafadihii ay ku noolaayeen dad shacab ah kuna dileen kumanaan rayid ah saacadihii ugu dambeeyay waxa la leeyahay in ka badan 400 qofad ayay dileen habeen hore 400 qofad ayay ku dileen duqeymo si kastaba ha ahaatee xamaas ayaa habeen hore sii deysay laba qof dumar ah oo u dhashay dalkaasi yahuuda isla markaasina si wanaagsan ayay noola dhaqmeen ayay yiraahdeen waraysi ay dhiibeen ayaga oo ku sugan gudaha yahuuda si kastaba ha ahaatee reer galbeedka indhaha ayay ka fiirsanayaan dadkiina maalin kasta ayay xasuuqayaan yahuuda hogaamiyasha muslimiinta afkii ayaa juuqda gabay calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid